السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. نواصل شرح مادة Database System للمرحلة الرابعة، هندسة تقنيات الحاسوب. تكلمنا سابقا بالدرس السابق عن قاعدة البيانات، عن فائدة قاعدة البيانات، المتطلبات اللي نحتاجها، وشفنا أو شرحنا عن دورة حياة قاعدة البيانات، شلون أني أبدي بتحليل المتطلبات بعدها أحولها إلى Logical Design. هنا راح ابدي مرحله الفيزيكال ديزاين، انه انا شلون اسوي الامبلمنتيشن داخل الداتابيس مانجمنت سيستم بالبرامج اللي احتاجها حتى ادير قواعد البيانات، حتى انشئ داخلها قاعده بيانات واحفظ هذه الداتا. سو احنا استخدمنا الوام سيرفر مثل ما نعرف. طبعا الاكزام او الوام هو نفس الشيء، راح تدخل لك نفس الواجهه مال بي اتش بي ماي ادمن، نفس الشيء بالضبط، بس طريقة تنصيب هذا الإكزام سيرفر يختلف عن الوام، وتفعيل الأباتشي والبي اتش بي وهاي الأشياء تفعلها يدوي. الوام سيرفر هي يعني أوتو، راح تلقاها متفعلة أساسا، مجرد أنه نقر عليه دبل كليك هي راح تفعل كل هذه الأشياء، ما نساويها يدوي. لهذا احنا اختارينا الوام سيرفر حتى يكون أسهل لكم. مراحل إنشاء database system بالphysical design، بالبداية أكيد نروح double click على الوام سيرفر حتى نسوي active or online. double click yes. قلنا عندك two options، طبعا هنا بعد ما يصير أخضر إنه خلاص السيرفر إنه هو بحالة active إنه دا يشتغل، أما تنقر عليه وتروح على phpMyAdmin by default يفتح لك إياها بالإكسبلور. أما إذا تريد لا أنت تشتغل على الكروم فتستدعيها من ناية، كنا نكتب بالبراوزر local host forward slash phpMyAdmin وأنطي Enter. هنا ظهرت عندك هذه الويندو اللي هي خاصة بالوام سيرفر. طيب احنا بالبداية ننشأ قاعدة بيانات، اذا نروح على كلمة new راح تنشأ قاعدة بيانات جديدة، نعطيها منها يا اسم، اي اسم انت تريدها. خلي نسميها مثلا شو نسميها، خلي نسميها college 2. نختار نوع البيانات المدخلة، يعني الكيب شنو ندعم من الكيبورد، فقط عربي، فقط انجليزي، حروف وارقام ورموز والى اخره. فكل الاشياء اللي تريد يدعمها، سواء تريد تدخل بيانات عربي او انجليزي زائد حروف وارقام ورموز، تختار النوع اللي هو تنزل هنا يا جوا، تختار هذا UTF-8 General CI، هذا راح يدعم لك كله إذا في حال إن اختاريت الداتا فارتشر. طبعاً بعد تنطي كرييت راح يحولك هنا، هذه ظهرت عندك قاعدة البيانات اللي اسمها college 2، راح تنشأ داخلها. أكيد إحنا قاعدة البيانات هذا اسمها العام، قاعدة البيانات تحتوي على مجموعة من التابلز، إذا أنا لازم أروح أساوي تابل. تابل الأول راح أساوي تابل مثلاً student information، معلومات الطالب، كم عدد الأعمدة أنت تحدد من ناية، تريد 4 5 أقل وإلى آخره حسب أنت كمصمم. بعدها تروح على Go، راح تظهر لك هذه الويندو. هنا ندخل أسماء الأعمدة، إحنا مو قلنا 4 أعمدة، إذا أدخل الأعمدة تحدد نوع البيانات مثل ما قلنا. هنا نخليها انتجر اعداد صحيحه، النيم اخليه فارتشر لانه باعتبار انه انا راح ادخل نصوص، وفارتشر مثل ما قلنا تدعم حروف وارقام ورموز. نعطي لينث، كلهم نعطيهم لينث، هذا اللينث هو عدد الديجيت، يعني 50، يعني ماكو واحد يتجاوز اسمه 50 حرف، يعني احنا نعطي رقم اكثر. الاندكس انه انا اذا اقول الاي دي خلي لي هو مفتاح رئيسي، اوكي. بعدها اقول له انه هذا خلي لي زياره تلقائيه، انه يعد الوحده
عداد تلقائي. بعد ما دخلت هذه الانفورميشن اختار هنا اكو شيء اسمه storage engine، اخليه على هذا الاوبشن. بعدين اقولكم ليش انه انا اختاريت هذا الخيار. هذا على مود اني اربط بين الجداول باستخدام مجموعة من الريليشن، فاذا ما اختاريت هذا النوع ما راح يدعم لك العلاقات. هنا بعد شنو عدنا؟ اي هاي اللي هنا انتهى الجدول. انطي سيف. ظهرك هذه الأعمدة عندك، هذا الـ ID والـ Name والـ Address والـ Email. تريد تسوي تعديل على أي عمود من أعمدة الجدول، تروح على كلمة Change راح تتغير مثلاً باسمه، نوع البيانات، الـ Length، مفتاح رئيسي أو ثانوي وإلى آخره. تريد تعدل عليهم كلهم، تسوي Check All وتنطي Change، راح يفتح لك إياهم كلهم مرة أخرى من جديد. ماكو أي مشكلة. تريد تحذف واحد من الأعمدة، تسوي له دروب حذف. تريد تضيف عمود ثاني، هنا نقول له ضيف لي عمود واحد، أحدد رقم الأعمدة اللي أريد أضيفه وأنت تختار الإضافة. At the beginning of the table, after ID، بعد الـ ID، بعد الـ name، بعد الـ address، بعد الـ email. أنا أريده بالأخير بعد الـ email. حضيف عمود جديد وأنطيه، أقول له go. يقول لك شنو العمود تريد تضيفه، شنو اسمه. أنا راح أسميه عمر الطالب. العمر هو عبارة عن عدد انتجر وأنطي فقط length. بعدها save. تروح على structure مالته إنه صار عندك table ID name address email age. حاليا table هو is empty، فارغ. إحنا شو نسوي؟ نروح نضيف بيانات. بيانات مثل ما قلنا شلون نضيفها، عن طريق عندنا مجموعة من الـ SQL queries، مجموعة من الاستعلام. عندك طريقتين للإضافة، أما عن طريق الـ SQL code برمجي أو عن طريق عندك هنا عندك صلاحية تضيف. طبعا الصلاحيات تضيفها مال الـ users. الـ ID ما نضيفه لأن إحنا already سوينا auto increment، زيادة تلقائية. الـ name ممكن تنطي name، ادرس، ايميل وعمر. احنا انطيت هذا الاول. ممكن انه نضيف بعد يوزر ثاني، والعمر مالته. تريد تضيف بعد يوزر ثالث، تحدد احنا تزيد اضاف لك بعد يوزر، كلش طبيعي. اوكي، هاي أنا. أوكي، تريد تضيف بعد، تنقر على هذا السهم، راح يزيد لك عدد اليوزرز اللي تضيفه. بعدها تنطي go راح ينطي، راح يضيفهم كلهم. راح تشوف هنا 3 رو انسيرتد، الثلاث رو انضافوا. إذا تنطي go مرة ثانية راح يسوي duplicate، يضاعفهم. أوكي، فانت تنطي جو مرة واحدة إلهم ثلاثتهم أو أربع يوزرات أو خمسة، بعد لا تنطي هاي الجو مرة ثانية، اللي راح يكررهم. راح يضيف هذا مرة ثانية علي، ويرجع يضيف أحمد، ويرجع يضيف هدى مرة لاخ. فتعوف هذه الويندو، ما تنطيها جو، تروح على التابل، تروح على الستركتشر مالته. هذا التابل راح تشوف انه انضافه بدون تكرار، حتى ما يصير عندك تكرار لا تنطي جو مرتين، مرة واحدة جو لكل اليوزرز. هاي الجو الجو التوتال. زين، هذه مثلا مو عندك، هذه اثنين. انت هنا تريد تضيف ثلاثة، سوى تريد تضيف بعد أربعة، براحتك تنطي آخر واحدة جو. آخر واحدة هنا راح تضيفهم هذول لكل اليوزرات. من تظهر لك الويندو الثانية بعد لا تنطي جو حتى لا يكررهم. مرات تشوف عندك اثنين أحمد، اثنين علي، اثنين، معناته منطي جو مرتين. الجو الثانية مال ويندو الثانية لا تنطيه. إنزين، بعد شنو عدنا؟ سوينا insert، صار عدنا table بمجموعة من البيانات. هاي البيانات أنا أريد أسوي استعلام، أو أريد أعدل على واحد من الطلاب. مثلا أريد أعدل عمره، إيميله. مجرد أنه أنت تحدده وتنطي edit راح تظهر لك هذه الويندو. تريد تعدل الـ ID تمسحها، اوكي امسحها. تريد تعدل باسمه، عنوانه تغير،
ممكن إيميله تغير، العمر مالته زاد أو نقاط هاي براحتك. أنت تقدر تسوي على التابل نفسه إديت، تريد تحذف هذا الريكورد تضغط ديليت، أوكي ماكو أي مشكلة. تريد تحذف الجدول بصورة عامة، تنقر على الجدول وتروح على Operation، راح تلقى فد شيء اسمه where is it هنا عندك delete the table drop، اوكي okay. او هنا ممكن انه تسوي table empty تفرغه، يعني تخلي structure بس البيانات تمسحهم. هنا delete the table لا راح يحذف لك كل table، هو معلوماته والاعمده مالته كلها. بعد ما تروح تحدده table، تروح على operation راح تلقاه جوا. تحدد قاعدة بيانات، تحدد قاعدة البيانات هذه أريد أسوي لها ديليت، هم بنفس الطريقة. حدد قاعدة البيانات، صار عندك هواي قاعدة بيانات، واحدة تريد تتخلص منها انقر عليها، مو على التيبل اللي داخلها، انقر عليها هي حتى يمسحها هي والتيبلز اللي داخلها، وتسوي دروب داتابيس. اوكي طلع. ممكن تسوي رينيم، اوكي ممكن تنشأ جديدة. هاي الأشياء كلها موجودة بالأوبريشن، انت تنقر على قاعدة البيانات وتظهر لك هذه الاوبريشن، يعني هذه السيتنج تعدل عليها براحتك. هسه سوينا انسيرت مثل ما قلنا على هذا التيبل مال الانفورميشن، سوينا عن طريق هذا الإعاز. اذا نريد نسوي عن طريق الاس كيو ال، نروح على كلمة انسيرت، اقول له ضيف بالضيف الى خلي أشوف الحجم الخط ما أدري أكبر، خلي بعدين نشوفه. ضيف إلى الجدول اللي اسمه student information بالأعمدة ID والname والأدرس والإيميل والage الvalues. الvalues هي البيانات اللي راح يتم إضافتها. المطلوب من عندك تمسح لي هذا اللي بين أقواس الvalues. values هي قلنا البيانات اللي راح يتم إضافتها، تخليها الشكل. أوكي؟ بما إنه الID هو auto increment يعد الوحدة، إذا أنا أقول له نل، مو أنا أضيفه، خلي فارزة، حتحول على العمود الثاني النيم. النيم بما أنه هو فارتشر، إذا أخلي البيانات بين single quotation. أوكي ضفت بيانات جديدة. إنزين عنوان خلي فارزة، رح ننتقل على العمود الثالث العنوان. فارز الإيميل، أنهي فارزة منقوطة، سوري هنا فارزة ناسية أني، العفو مو فارزة منقوطة، أقصد single quotation. خلصنا من الإيميل. بعد شنو عندنا الأيج. الأيج ممكن أنه أنت تخلي داخل double quotation، وممكن أنه تخلي تكتبها هالشكل كعمر، تكتبه كعمر بدون double quotation a single quotation، لأنه هو already عدد انتجار، الأعداد عادي يسمح لك بدون، بس string يحتاج إلى single quotation. string يعني حروف. بعد ما سوينا insert راح يسوينا بطريقة SQL. طبعاً تنتبه أنت هنا هذا ال table اللي أنت واقف به، وهاي الأعمدة اللي بيأخاف تنسى واحد من الأعمدة المسح عندك، هنا راح يظهر لك إنه الأعمدة الموجودة بالtable مالتك. تنطي بعد ما انه كتبت الإعاز تنطي جو. دام ما ظهر لك هنا نفت قطعة حمراء جوا، معناته انه اتس اوكي okay. هذا الرو انضاف. زين هسه نروح نشوفه. قبل ما نشوفه نريد نرجع للخطوة اللي احنا كنا واقفين بيها عند هذا الإعاز. اقول له show query box، راح يرجعك لنفس الخطوة اللي كنت واقف بيها. تمام خلينا نسوي بيه مثلا error، نضيف هنا فد شيء وننطيقه. شوف ظهر لك ايرور، هذه الويندو مال الايرور ويحدد لك وين الايرور. احنا بما انه ضفناه اوريدي نروح نشوفه بالتيبل. انضاف هذا الاسم، يقول لك هنا تريد تغادر هذه البيج لان انت اوريدي كاتب اعاز، فنشوف احنا انضاف يعني عايد الرابع. زين هسه هنا تعلمنا انسيرت تو واي، اما عن طريق ال SQL او عن طريق يدوي بايدك انت تضيفه. اذا نجي على select all،
select all هنا select star معناته اعرض لي كل ما موجود. من تشوف كلمة star يعني all، كل ما موجود، كل الأعمدة، ما راح تحدد يا عمود. اعرض لي كل الأعمدة اللي موجودة بالجدول اللي اسمه student information where، راح أحدد. إذا قلت له وير واحد راح يعرض لك كل البيانات. هسه تشوفون إذا أعطيته go راح يجيب لك كل البيانات. أرجع للquery box، لا أريد فقط اللي الID مالته، أحدد الID مالته يساوي 3. أعرض لي فقط المعلومات الطالب اللي ID رقمه 3، أنطي go، جاب لي فقط هدى اللي هو الID مالتها 3. ما أريد عن طريق الID، ما أعرف الID مال الطالب، أريد عن طريق عمره. أعرض لي حسب الage، الage أعرض لي كل الطلاب اللي أعمارهم مثلاً أكبر أو تساوي 10 أو خلينا نقول 20. أوكي أعطيه go، جابهم كلهم لأن كل أعمارهم فوق 20. أوكي إذا أقول له فوق 30 المفروض اليوزر الأول ما يطلعه. أكبر أو تساوي 30 حيعرض لي فقط اللي موجودين هذول اللي بال 30. شوف اليوزر الأول شاله لأنه عمره بال 20 23. فهذا select all راح يعرض كل الأعمدة. من تقول له select all يعني راح يعرض لك العمود الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كل تفاصيلهم. طيب إذا قلت له لا حددت، أروح على select، أريد أحدد، ما أريد أعرض كل الأعمدة، أريد يعرض لي الID والنيم فقط مثلا، خلينا نخلي العمر. إذا أمسح الإيميل والأدرس، أقول له أعرض لي العمود الأول والثاني والأخير where. وير واحد قلنا راح يطلعهم كلهم، بس راح يطلع فقط ثلاث أعمدة. طلع الايد والنيم والايج. نرجع نحدد وير شنو. مثلا اللي النيم يساوي علي، راح جاب لي حسب النيم. ممكن تحدد انت حسب العمر، قبل شوية حددنا الأعمار فوق 20 فوق 30، حسب الID، حسب النيم، انت براحتك شنو المعلومة اللي تعرفها وتريد تستعلم عليها تخليها داخل الشرط. بس هنا تحدد يا عمود تريد فقط أول عمودين، ما تريد الايج. اوكي امسحها، ما نريد حسب النيم، نريد حسب مثلا الID اللي أقل أو يساوي 3 مثلا. هذول فأنت براحتك بالكونديشن تتحكم به. بس شنو فرق السيليكت أول عن السيليكت؟ إنه سيليكت أول تعرض كل الأعمدة، سيليكت لا تحدد أنت يا أعمدة تريد تعرضها والما تريد تعرضها تمسحها. أنا أريد أعرض اسم الطالب مثلا وعمره، ما أريد عنوانه، ما أريد إيميله. اوكي اريد اعرض الاي دي واسم الطالب فقط. فانت هاي يعني انت صلاحياتك، انت شو الشيء اللي تريد تستعلم عليه. بعدها اخذنا هسه هذه الثري، هذه الكتب. عندك الابديت، الابديت هو عباره عن استبدال، اني استبدل معلومات طالب معلومات طالب جديده. مثلا قبل لا اسوي اني ابديت اروح احفظ معلومات طالب، اروح اشوف الطلاب شنو اللي عندي اياهم، منو أريد أبدله؟ أريد أبدل مثلا هذا الأول، أشيل معلوماته أخلي معلومات جديدة. شنو اسمه؟ اسمه علي، موجود بالبصرة، هذا إيميله، عمره 23. إذا راح أروح أسوي أبدل علي بواحد لأخ، أقول له أبديت، أبديت على المن، الآي دي تريد تبدله؟ لا أخلي آي دي واحد، إذا أمسحه ما أحتاج الآي دي. معناته بدل على الجدول او استبدل على الجدول، سوي ابديت على اللي اسمه Student Information Set، المعلومات الجديده راح اضيفها. شنو هي المعلومات الجديده؟ الاي دي ما اريد اغيره، اوفى خلي اي دي واحد. النيم شيلي علي
وخلي خلي خالد مثلا العنوان شيله من البصرة، فنخلي خالد شوية نطوره، خلي بلندة. اوكي ايميله هذا ايميله، العمر مالته خلينا نغير عمره مثلا نخليه 40 سنة. وير واحد، اذا عفته وير واحد راح يشيل كل الاعمدة يخلي هاي المعلومات. دير بالك تخطأ هذا الشيء، تحدد انت وين تريد تبدل. احنا قلنا وين بالاعادة رقم واحد، اذا عفته وير واحد راح يشيل كل الاعمدة يخلي خالد، كلهم بهم خالد والعناوين كلها لندن. زين فما نخطأ، نحدد وين الرو اللي نريد نعدل عليه. عد مال اي دي واحد قلت له انطيقه، اذا صار اكو ابديت ما عندي ايرور. اروح على التيبل اشوفه، تغير علي صار خالد من لندن، هذا ايميله عمره 40 سنة. تمام، فهذا الاستعلام الثاني انه اني استبدل. اما الاستعلام الاخير اللي هو راح ناخذه اللي هو ديليت. ديليت في حال انه انت تريد تحذف معلومات طالب، تريد تحذف ريكورد اكثر من اعمده. اني اريد احذف مثلا delete from student where، احذف لي كل ما يتعلق، يعني سطر كامل طبعا راح يحذف. من اقول لك delete هنا، من تقول له delete راح يحذف الاي دي والنيم مالته. يعني ما معقول انت تحذف اسمه وتخلي اي دي وعنوانه وايميله، لا شيء مو منطقي. لما تقول له delete راح يحذف كل الاعمده، فما راح يحدد لك. تشوف بالديليت من تنقر على delete ما راح يحدد لك اسماء الاعمده، لأن هو already راح يحذف سطر كامل، رو كامل. يا سطر تريد تحذفه مثلا ال id يساوي 4. اوكي راح احذف الرابع، احنا عندنا 4 users. اذا اروح هنا طبعا يظهر لك مسج يقول لك do you really want to، يعني انت متأكد تحذف هذا الطالب؟ حتى اخاف خطأت وتريد تراجع حساباتك، لان هاي delete يعني يجوز هسه هاي معلومات بسيطة، إذا صارت قاعدة بيانات ضخمة يعني فلازم تتأنى بالديليت. يطلع لك هذا المسج بوكس يقول لك are you sure إنه تريد تحذف؟ يقول له أوكي okay. إذا هذا deleted. نروح نشوف التيبل مالتنا، اليوزر الرابع اختفى ما موجود، ما عندنا إياه. تمام، إذا إحنا بهاي الطريقة طبقنا هذه الكويريز يعني الاستعلام. استعلم، ممكن اعرض، ممكن اضيف، ممكن استبدل، ممكن انه احذف. اللي احنا ناخذها، بقيه الاشياء هسه ما ناخذها. تمام، فان شاء الله يعني المحاضره واضحه، واي سؤال انا اوريدي موجوده وياكم بالمختبر. اطلعوا على الفيديو وننفذها ان شاء الله بالمختبر، احنا اوريدي هاي نفذناها. زين بس اللي ما صحت له فرصه انه يحضر بالمختبر او انه صار عنده شوي اخفاق او تداخل معلومات، انه ممكن يرجع للفيديو. وتحياتي لكم.